أستاذ أحمد من الجزائر، القصف على غزة وصمود المقاومة في غزة، هل هناك علاقة بين هذا القصف وقضية خاشقجي؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يريد أن شغل العالم بقضية غزة. نعم. ولكن الأمر هو إن الأمور كلها بالبينة، وإني أرفع صوتي وأندد يا هلا على أهل القطاع، يا من ركبوا سفينة النجاة سفينة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وإنها البشرى والبشرى وإنها البشرى للفتح الإسلامي القادم إن شاء الله، من كل افتحوا كل الجبهات يا عرب، إن حكماءكم موظفين عند الخير الصهيوني، وقد ضعفوا هم الأقوى، لا تكون محايدا، كن معنا أو ضدنا، كن مع السعداء أو مع الأشقياء، ولابد أن تكتمل الثورة التي هي في سوريا والتي هي مع الإصلاحيين في اليمن والتي هي في مصر، ولتكتمل جميعها وتصب كل في قطاع غزة. وهناك أمر لي بالله عليكم يا إخوتي، إني بحاجة إلى الدعاء، إني حاجة إلى الدعاء كما هم إخوتنا الفلسطينيين وإخوتنا المسلمين. أشكرك أستاذ أحمد.